جميع الحقوق محفوظة لقناة كوت ماروك كريم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله نشرح لكم السلسلة رقم 5. قبل ما نبداو ما تنساوش تشاركوا على القناة كود مارو كريم على اليوتيوب وديروا جيم الفيديو وتبارتاجيو. بالنسبة لهذه السلسلة هذه فهي تتم اسئلة الامتحان اللي كيعطيوني المترشحين او اللي كيعطيوني هنايا في قناة كود مارو كريم. نبداو بالسلسلة رقم 5. السؤال رقم 1، العلامات المتقدمة. علامة رقم 1 جواب 1، علامة رقم 2 جواب 2. هنا بالنسبة لهذا السؤال، علامة الخطر اللي هما علامة مثلثة بالحمر كيتسموا علامة متقدمة. شنو المعنى ديال علامة متقدمة؟ كيحطوا لنا العلامة متقدمة على الخطر، ماشي بحال دابا يحطوا لنا حفرة يحطوا لنا حداها العلامة حنا نشوفوا العلامة نطيحوا في الحفرة. لا، كيحطوا لنا الخطر، كيحطوا لنا العلامة متقدمة، كتكون متقدمة على بعد 50 متر داخل المدينة او على بعد 150 متر خارج المدينة. شنو علاش كنسميوها علامة متقدمة؟ حطوا لنا الخطر، كيكون الخطر بعيد كيجيو قبل من الخطر في المدينة ب 50 متر كيحطوا لنا العلامة، عاوتاني خارج المدينة 150 متر يحطوا لنا العلامة. علامة الخطر كلهم علامات متقدمة. بالنسبة لعلامة المنع والإجبار والإرشاد فعلامات كتسمى علامات الموضع، العلامة كيطبق المنع أو الإجبار أو الإرشاد. بالنسبة هنايا علامة الخطر كاين واحد استثناء، كاين علامة واحدة اللي كتسمى علامة موضعية ماشي متقدمة، هذا استثناء. علامة الخطر كلهم علامات متقدمة، علامة واحدة اللي خارجة منهم هي هاد العلامة، هادي سميتها طريق ذات اتجاهين، كتشوف سام غادي وسام جاي كتعرف هاد العلامة من العلامة كتطبق كتولي الطريق كدي وكتجي. إذا العلامة المتقدمة العلامة رقم 1 ولا 2، غنديرو لهم علامة رقم 2. هاد العلامة هادي علامة موضعية، قلنا هاد العلامة هي استثناء لموضعية. إذا الجواب الصحيح هو رقم 2، علامة رقم 2 هي العلامة المتقدمة، العلامة رقم 1 علامة موضعية. السؤال رقم 2، زدت في السرعة ديالي درت مخالفة، نعم جواب 1، لا جواب 2. بالنسبة هنايا كما كيبانو لنا الطريق ذات اتجاه واحد، ها هو من كنعرفوها كيكون خط متصل على اليسر. هنايا عندنا مسلك السير وهذا مسلك التجاوز. السرعة محددة في 80 كيلومتر في الساعة، وهاد السيارة تتقوم بالتجاوز، تجاوزني انا خصني انا نحتفظ بالسرعه ديالي، ما خصنيش نزيد في السرعه. اذا درت مخالفه. الجواب الصحيح هو رقم 1، زدت في السرعه درت مخالفه، نعم. نعطيه اسبقيه لليمين جواب 1، نعطيه حق الاسبقيه لليسار جواب 2، ندوز جواب 3. هنايا ملتقى الطرق عندنا فيه قيف، قيف كتقول لك لازم نوقف وقت تكون طريق خاويه، نعطيها سباقيه اليمين واليسار. الا كانت عندنا مثلث مقلوب كتقول لك ماشي باللازم توقف، الا كانت طريق خاويه كندوز بحذر، الا كانت عابره بالواجب الوقف نعطيها سباقيه اليمين واليسار. هنايا كما كيبان لنا عندنا قيف، نعطي حق السباقيه اليمين، نعطي حق السباقيه اليسار، واحد وجوج ندوز، لا خصني نوقف. الجواب الصحيح هو واحد وجوج. على بعد 50 متر غنوجد علامات، اعطي حق الاسبقية جواب 1، قف جواب 2. هاد العلامة فهي علامة متقدمة. علامة الخطر هذه علامة كتقول لك اعطي حق الاسبقية اليمين واليسار. دابا هنايا حاطين لك هاد قف متقدمة، كينبهوك من قبل كيقول لك راه قيف، تلقى قيف على بعد 50 متر. اذا على بعد 50 متر غنلقاو قيف، اذا كانوا ما كتبين لناش قيف فعلى بعد
50 متر ولقاو هاد العلامة اللي هي يعطي حق الأسبقية. إذا دابا دايرين لها خيف لقاو علامة قيف اللي هي علامة رقم جوج، علامة اللي كتعني مخفض السرعة، علامة رقم واحد جاوب واحد، علامة رقم جوج جاوب جوج. بالنسبة لهاد العلامة هادي، علامة رقم واحد اللي كيكونوا فيها جوج دودانات فكن كتعني لنا وحدة أو حدبة، وحدة أو حدبة. في الامتحان كيقولوا لك واش هادي وحدة أو حدبة أو مخفض سرعة. إذا لقيتي هادي راه كتسمى وحدة أو حدبة، كتكون وحدة راه كتعني مخفض سرعة. إذا العلامة اللي كتعني مخفض سرعة هي غير وحدة. إذا العلامة اللي كتعني مخفض سرعة هي علامة رقم جوج، هي في المكتوبة جوج. العلامة اللي كتشير باللي عندي حق الأسبقية في حالة تقابل، علامة رقم واحد جاوب واحد، علامة رقم جوج جاوب جوج. بالنسبة هنايا عندنا هاد العلامة الإرشاد وهادي علامة المنع. علامة الإرشاد هادي كتقول لك في التقابل انت اللي عندك حق الأسبقية، اللي كيكون عنده السهم الأحمر كيوقف، كيقول لك انت اللي خصك تدوز. بالنسبة لهادي علامة المنع اللي كيديروها لك كيقول لك انت السهم الاحمر خصك توقف وتخلي اللي جاي متقابل معاك يدوز. اذا العلامه اللي كتقول لك راه انت اللي خصك تدوز هي علامه الارشاد. اذا كانت شي تقاطع تقابل راه اللي عنده هذه العلامه هذه هو اللي كيدوز، وفي الاتجاه المعاكس كتلقى عنده هذه العلامه كيقول لك خصك توقف تسمح بهذوك اللي جايين. اما بالنسبه لهذه فوقاش تسمح بهذوك اللي جايين الا كانوا سبقوك دخلوا القنطره، عاد ديك الساعه خصك توقف واخا تكون عندك هذه العلامه. ده العلامه اللي كتعني لي اللي كتشير باللي عندي حق الاسبقيه في التقابل هي علامه رقم واحد. العلامه اللي كتشير طريق ذات اتجاه واحد، علامه رقم واحد جاوب واحد، علامه رقم جوج جاوب جوج. بالنسبه لهاد هاد اللافتات كيغلطوا فيهم بعض المترشحين. علامه الاجبار دائرية وهذه علامة الإرشاد مربعة. هذه علامة الإرشاد هي اللي كتقول لك الطريق غير كتدي، كترشدك بأن الطريق غير كتدي ما كتجيبش. ممنوع ديال الصدورة، كيتوجب عليا زيد القدام. أما بالنسبة لهاد العلامة هذه فين كتكون؟ كتكون في ملتقى الطرق. هذه كتكون غير في الطريق كتبين لك الطريق غير كتدي، هذه كتكون في ملتقى الطرق كتبين لك الملتقى ها فين تمشي. الا كان ملتقى على اليمين وعلى اليسار والطريق غدا طول كتجبرك تمشي طول، ماشي طريق ذات اتجاه واحد، يقدر شي واحد يجي في الطريق المعاكس. هذه كتكون في ملتقى الطرق كتقول لك من الواجب عليك تمشي طول، ما تطول لا على اليمين لا على اليسار. هذه كتقول لك طريق ذات اتجاه واحد، هذه يمكن شي واحد يكون جاي ماشي طريق ذات اتجاه واحد. اذا العلامه اللي كتشير طريق ذات اتجاه واحد هي علامه رقم جوج. في الامتحان حاولوا تاكدوا كل ما بركتي على شي رقم حاول كيولي باللون الاحمر وكيتكتب لك هنا باللون الاحمر. بالنسبه للتاكتيل كيكون خفيف، الا كنتي باغي دير فاليدي موافق برك عليها غير بشويه، الا ما كنتيش باغي دير فاليدي فمن الممكن بلا ما دير فاليدي غير ملي يدوز السؤال بحال دابا بركنا على الواحد، وملي يدوز السؤال حاول تشوف واش داك الواحد باقا مقيده في السؤال الثاني، حيت تقدر انت تبغي تبرك الجواب الصحيح هو جوج وتكون باقا الواحد تكون مكتوبه لك وتخليه يدوز والجواب يكون غلط. حاول تاكدوا بهذه المعلومه. الا لقيتي هنايا الا لقيتي واحد الا بركتي على واحد وداس السؤال وما فاليديتيش وطلعت واحد حاول تبقى تفاليديه من الاحسن. رجعوا للسؤال باش نتجاوز يمكن لي نبه مؤشر تغيير اتجاه ديال اليسار، نعم جاوب واحد لا جاوب جوج. نبه بالمربي الصوتي، نعم جاوب ثلاثة لا جاوب أربعة. بالنسبة من كان بغيت نقوم بالتجاوز راه ضروري كنشعل مؤشر تغيير اتجاه كنعلم هادوك اللي في الخلف ديالي بالله راني باغي نتجاوز، ومربي الصوتي كنعلم هادوك اللي قدامي بالله راه باغي يتجاوز. بالنسبة للشاحنات فمسموح المربي الصوتي، كل اللي نبه المربي الصوتي كنقول له راني أقوم بعملية تجاوز،
هنا هي الخط متصل، كتعني الطريق غير كتدي، واذا هذا مسلك تجاوز الراقب غير شي واحد باغي يدوبل، اذا الطريق حتى شي واحد ما يجي يمكن ليا نقوم بالتجاوز. اذا ندير ماشي تغيير اتجاهي والسينيال ونبدا الشاحنه بلا غادي ندوبل. اذا الجواب صحيح هو 1-3. باش نكمل السير ديالي في هاد الهبطه، نقسم السرعه بالتدريج جواب 1، نحول بوامو جواب 2، نستعمل فلان اعمال حتى النهايه ديالو جواب 3. بالنسبه هنايا ملي كنكون هابط في شي هبطه فكنقسم السرعه بالتدريج، كنبقى نكراطي الفيتاس وكنبقى نبوم بالفلان، ندير بامور ما كنصحش ندير بامور، نستعمل الفلان اعمال حتى النهايه ديالو، اذا راني فلانيت كاع. اذا الجواب صحيح هو رقم 1. التشويه الافقي كيمنع تجاوز الدراجات الناريه العاديه، نعم جواب 1، لا جواب 2. التشويه العمودي كيمنع تجاوز الدراجات الناريه، نعم جواب 3، لا جواب 4. التشويه الافقي هما الخطوط اللي مرسومين في الارض، التشويه العمودي هما العلامات اللي كيكونوا عموديين في العمود. اذا التشويه الافقي كيكون خط متصل فكيعني هذاك سور مالدوبل حتى شي حاجه، واخا ما تكون حتى شي حاجه ما يمكنليش ندخل لهذا المسلك. اذا ندير التشويه الافقي كيمنع تجاوز الدراجات الناريه العاديه، نعم. التشويه العمودي كيمنع تجاوز الدراجات الناريه، هذا التشويه هذا العمودي كيقول لك منوع التجاوز، يمكن لك الدوبل دراجات ناريه عاديه وممنوع الدوبل دراجات ناريه عاديه بمقعد جانبي. فاذا هنا يمكن لي الدوبل العربات بدون محرك بحال العربات المجروره بالحيوان او مدفوعه باليد، او الدوبل دراجه ناريه. بالنسبه للدراجه ناريه بمحرك ما يمكنليش الدوبله بمقعد جانبي، ما يمكنليش الدوبله. اذا في هذه الحاله يمكن لي كيضروا لك على التشوير، ما كيقولكش واش نتجاوز التشوير هذا العمودي كيسمح لي الدوبل دراجه ناريه، التشوير الافقي ما كيسمحليش الدوبل دراجه ناريه. اذا الجواب الصحيح هو 1-4. ندوز قبل السيارة، نعم جواب 1. ندوز بعد السيارة، جواب 2. بالنسبة لهنايا حنايا في المدار، هذا هو خط، هذا ماشي خط ديال ممر الرجلين، هذا خطوط ديال علامة مقلوبة مثلث مقلوب اللي هي سيدي لو باساج، يعطي حق لا سباقية. هنايا ما حددنا هذه، خصنا يعطي حق لا سباقية. إذا ندوز بعد السيارة البيضاء، الا ما كانوش هاد الخطوط هادو فندوز قبل منها، السباقيه كيتسمى اليمين. يمكن لي نسوق بأضواء الوضع وحدهم، جواب 1. أضواء التقابل، جواب 2. بالنسبة لداخل المدينة مضاءة فيها بوطو يدو، فيمكن لي نمشي بأضواء الوضع، أضواء التقابل على اللي بغيت نختار، بغيت نمشي كنت نشوف مزيان نمشي بالوضع وحدو حيت مدينة مضاءة، كنت بغيت نمشي مرتاح ندير التقابل. اذا بجوج بيهم، جواب 1 وجوج. يمكن لي نغير اتجاه اليسار، نعم جواب 1، لا جواب 2. بالنسبه لهنا في هذا المسلك من الواجب عليا نمشي للقدام، هذا المسلك هذا يمكن لي نمشي للقدام، يمكن لي ندور على اليمين. بالنسبه لهنايا كاينه واحد الدخله، اول دخله باش يمكن لي ندور على اليسار. انا هنايا من كيكونوا يلاه بداو يلاه بدات الدخله يمكن لي ندخلها، اما اذا كانت ديجا هنايا كانوا هنايا الخطوط ديال تغيير الاتجاه هنايا فما يمكنليش، فهي الدخله عاد بدات. اذا يمكن ليا نغير اتجاه اليسار، الجواب صحيح هو رقم 1. كيتوجب عليا نطفي اضواء الضباب الخلفيه، نعم جواب 1، لا جواب 2. بالنسبه راني ندير لكم واحد فيديو خاص بالاضواء، ندير جدول ان شاء الله، الجدول يكون مبسط، ندير لكم الاضواء والحالات اللي تشعلوا فيهم الاضواء، يكون غير جدول عباره عن ورقه، يكون سهل باش تحفظوا الاضواء. هنايا بالنسبه للشتا كتشعلوا اضواء الضبابه والتقابل، الضبابه غير الاماميه، في الثلج والضبابه كتشعلوا ديال اللور والقدام الضبابه وزايد التقابل. اذا هنايا حنا الشتا راه خصنا نشعلو غير القدام، كتوجب علينا نطفيو ديال الخلف، لأن في الشتا
السيارة كتفزك وكيكون داك الضو كيبهر إلا مع الماء ما صالحش، خصنا نشعلو غير ديال القدام في الضبابة والتلج اللي كنشعلو تا ديال اللور. إذا الجواب صحيح هو رقم واحد. كنسوق بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، مسافة الوقوف هي 144 متر، جواب واحد. 100 متر جواب جوج. 81 متر جواب ثلاثة. بالنسبة لمسافة الوقوف راه معروفة، كاينين ثلاثة المسافات: مسافة الوقوف، مسافة الأعمال، مسافة المقطوعة خلال وقت رد الفعل. مسافة الوقوف كنضربوها في نفسها، العدد العشري في نفسها. مسافة الأعمال كنضربوها في ستة. مسافة المقطوعة خلال وقت رد الفعل كنضربوها في ثلاثة. هنا كيهضروا لنا على الوقوف كنضربوها في نفسها، كنضربوها على الزيرو كتبقى لنا 12، إذا 12 في 12 اللي هي 144. هاد الأسئلة كيحطوهم بزاف، هادو ضروري كيحطوهم لكم. الجواب الصحيح هو 144. كنسوق بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، الفترة الزمنية لمسافة الأعمال هي ثانية واحدة ثانيتين. دابا واخا كنسوق 120 كيلومتر في الساعة، راه مسافة الفترة الزمنية ديال مسافة الأمل راه كتقدر بثانيتين، وقت رد الفعل كتقدر بثانية، الفترة الزمنية ديال الفترة ديال مسافة الأمل كتقدر بثانيتين، ثانية الوقت رد الفعل وثانية الأمل. بالنسبة لهنايا إلا قالوا لكم مسافة الأمل فكنضربوها في ستة، نضربو 12 في ستة اللي هي 72. دابا مكيهضرو لكمش على المسافة، كيهضرو لكم على الفترة، الفترة الزمنية ديال الفترة ديال مسافة الأعمال هي ثانيتين، وديال وقت رد الفعل هي ثانية، إذا مسافة الأعمال هي ثانيتين. الجواب الصحيح هو رقم جوج. ندوز قبل السيارة اللي في الليبل ديالي، نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج. بالنسبة للسيارات اللي ما كنسمحو لهمش يدوزو هما اللي كيكونو خارجين باركينغ أو مرآة وكراج أو بلاصة ما معبداش فيها الرملية ولا إلى آخره. هنايا كيما كيبان هاد السيارة راه واخا في ليبل ديالي راه خارجة من باركينغ، هما دايرين لك باركينغ بلا هنايا، ملي كتكون خارجة من باركينغ خصها توقف تراقب ليبل اليسر دايز عاد دوز. إذا دوز قبل السيارة اللي في ليبل ديالي، نعم، الجواب صحيح. كلمة ديرو لنا شهادة بي و باركينغ فراه كتسمى في ليبل ديالي في غيابية الشرطة الوقفة السباقية اليمين، هنا عندها باركينغ. الجواب صحيح هو رقم واحد. كنصوب شاحنة صغيرة يمكن لي نكمل السير ديالي للقدام، نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج. هنايا كيما دايرين لنا علامات ممنوع المرور على الشاحنات الكبيرة ولا ممنوع المرور على الحافلات. إذا أنا كنسوق شاحنة صغيرة أنا كندوز بيرميد رخصة السياقة ديال بي، ف كنسوق الشاحنة تكون صغيرة مسموح ليا نسوقها برخصة السياقة بي. هنا كيقولوا الشاحنات اللي ممكن لهم يدوزوا، شاحنات نقل البضائع أنا يمكن لي نسوق على بعد 400 متر، كيلزم عليا الدور اليمين، نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج. هنايا اوتوماتيكمون نمشيو للعلامة دايرين لنا الطريق من حافة على بعد 400 متر، إلا مشيت الطول راه دايرين لنا ممنوع المرور، هاد العلامة ديال ممنوع المرور اللي توجب عليا الدور على اليمين. إذا على بعد 400 متر بالسيف عليا الدور على اليمين، لأن الطريق تولي مقطوعة، تولي من حافة هنايا، ضروري نحارف في هاد الاتجاه. إذا الجواب صحيح هو رقم واحد. كيتوجب عليا نوقف عند مركز الجمارك، نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج. هاد السؤال راه كيتحطو بسيط، ديما نشوفو مركز الجمارك رغم كيتوجب عليا نوقف. الجواب صحيح هو رقم واحد. نتمنى ديرو جيم الفيديو وتبارطاجيو باش يكون الفايدة على الجميع، وشكرا. نتلاقاو في سلسلة رقم 6.